بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمات وبركته الآن كل أوان إلى دهر الدور كلها، آمين. قربنا نخلص القرص الأول، طبعا ركزنا فيه عن ما يخص المصالحة بتاعة 433. المرة اللي فاتت ختمنا إن بعد الإدعاءات التي قيلت بخصوص هذه المصالحة وتأويلها بصورة تختلف عما حدث في الواقع، مما دفع القديس كيرلس أن يرد على هذه الإدعاءات، وتوقفنا أمام أهم النقاط اللي كانوا يدعوها عليه، ورده هو إيه؟ مش استنتجنا إحنا إيه، لا هو رد إيه، قال إيه على النقط دهية. لكن طبعاً في انتشار لهذه الادعاءات كتير، وفي قلق، وكان يزيد هذا القلق ان نسطور كان مازال موجود في أنطاكيا، وكان يتابع هو وسيودوريتوس ويدير هذه الامور، مما جعل الإمبراطور يصدر أمر سنة 435 بنفيه إلى صعيد مصر وبحرم كتاباته ومنع تداولها. والفرصة اللي كانت متاحة للناس اللي هم رفضوا إن هم يوقعوا على المصالحة بتاعة 433 اللي البعض ادعى عليها بأمور لا تمت ليها بصلة، كان في ناس ما زالوا موجودين رافضين تماما. يمكن اللي وقعوا على المصالحة وقعوا على إدانة نسطور، زي ما قال البابا كيرلس، قال إن اعترفوا بالعذراء والدة الإله وأدانوا نسطور وتعليمه، واعترفوا بأن ماكسيميانوس يعني بدل نسطور، وطبعا أقروا كتاباته لأن قبلوا مجمع أفسس. قال وأضافوا خلسة بعض الأمور التي تظهر أنهم لم يكونوا أنقياء تماما من هزر نسطور. ده فريق كبير من الشرقيين، في ناس طبعا كانوا أرثوذكس تماما، لكن في فريق كبير أول وادعى عن المصالحة، وفي ناس من الأصل رفضوا التوقيع بالاعتراف بمجمع أفسس وبحرم نسطور وبعزله، من الأصل رافضين. الناس دول الإمبراطور بقى جه 435 كلف برضو السكرتير بتاعه أرسطولاوس بتنفيذ الإجراءات ده، هي يعني نفي نسطور لصعيد مصر واتخاذ إجراء ضد كل الإكليروس اللي لم يوقعوا أو لم يقبلوا الاعتراف بمجمع أفسس وبالأحكام بتاعته. ففي البعض منهم طبعا لما شاف ان يعني العصاية تقيلة، يعني هيتاخد موقف ضدهم، قالوا خلاص احنا لنا ايمان اساقفة الاسكندرية وانطاكيا والقسطنطينية وروم، كلام عام كده.
فطبعا البابا كيرلس بعد اللي ما شافه أو اللي شافه من الأساليب غير المستقيمة اللي البعض بيتعامل بيها، قال هذا لا يكفي، ده هيوقعه لازم على شروط المجمع صريحة اللي هو كان المجمع حطها أصلا أساس للصلح، وكتب بنفسه صيغة إيمانية أقر فيها صراحة بالطبيعة الواحدة. وإحنا استشهدنا بمراجع للموضوع دوت من كتاب خلقدونيين، وهم قالوا صراحة أصرح فيها بالطبيعة الواحدة. فطبعا إجراء جديد بقى يخلي محدش يقدر يردد اسم نسطور وتعليمه، لأن كان حتى هذه اللحظة ممكن في ناس عمالة شغالة صراحة تنشر تعليم نسطور وتتكلم عنه وعن تعليمه جهارا. فلما الإجراءات دي اتخذت وبقى فيها تجريم رسمي كنسي ومددي، لأن ده صدر أمر إمبراطوري، فالتجأوا لحيلة أخرى. يروجوا بها الفكر والإيمان بتاعهم ويختبئوا فيها. ما هي هذه الحيلة؟ إن بدأوا يحيوا وينشروا تعليم أساتذة نسطور سيئودور وديودور، باعتبار إن دول شخصيات ما كانش صدر عليها أحكام بصورة رسمية. عشان كده بنقول لما كانت الوثيقة الصلح التي تمت بين القديس كيرلس وأساقفة الشرق كانت عبارة عن حرم نسطور وتعليمه، وزاد على ذلك الأمر الإمبراطوري 435 اللي قلنا عليه بحرم تعليم نسطور، ولأن بعض الأساقفة الشرق لم يوقعوا على وثيقة المصالحة وقبولهم السلام عن اقتناع داخلي بالإيمان الأرثوذكسي، بل خشية وخوفا من سلطة الإمبراطور وسلطة المجمع المقدس. يعني في ناس وقعوا بالفعل على الوضع الجديد شروط مجمع أفسس والصيغة اللي كتبها القديس كيرلس عمود الدين، فوقعوا خوفا وليس إيمانا، لأن خافوا من سلطة الإمبراطور والمجمع المقدس بأفسس بقطعهم من الشركة. لذلك كان خضوعهم لقرارات مجمع أفسس نوعا من الدهاء والمكر، لكن ظلوا على نفس معتقداتهم الفاسدة ولكن بخبث، لم يذكروا اسم نسطور ولكن استخدموا أسماء وتعاليم أساتذة نسطور الذين كانوا قد ماتوا قبل مجمع أفسس، وبدأوا ينشروا الضلال بين الرعية في ظل السلام، لأن بقى خلاص وقعوا الدنيا في أمان، فيعني مقبولين في الشركة فواخدين راحتهم. ونتيجة لذلك أرسل كثير من الإكليروس والرهبان والعلمانيين
إلى القديس كيرلس يشكون من بعض أساقفة الشرق ويستنجدوا بيه بقى الحقن. ومن هنا اللي عندهم غيرة طبعاً على الإيمان بيستنجدوا، لأن البابا كيرلس كان هو يعني إيه الكنيسة ملقبته بعمود الدين أو عمود الإيمان مش من فراغ، كان ربنا مديله نعمة روحية وحجة قوية لا تقاوم، فما ارتاحش. انتم ملاحظين كل ما يصيروا حاجة وينهيها يطلعوا بحاجة تاني. أضح اوعوا تفتكروا ان القديسين دول بقوا قديسين بالساهل، يعني احنا دلوقتي بنقول عمود الدين وعمود الإيمان. كان المتنيح سيدنا بغرغوريوس يقول قول كده حلو قوي، يقول ما هو تاريخ الإنسان العظماء، يعني التاريخ الإنسان هو تاريخ ألامه. محدش في العظماء نقول ده فرح عمل كذا وكذا وكذا، لكن كم عانى وكم واجه. فدخل في جولة أخرى من الجهاد وبدأ بقى يتعامل مع الوضع الجديد أو الاتجاه الجديد في نشر الفكر المنحرف. فكتب في إحدى رسائله رسالة إلى الكاهن لامبون بيقول له إيه، أنا برضو ما زلت النقط الخلافية اللي هي فيها سرد تاريخي مغاير أو مختلف وفهم لاهوتي مختلف، حريص إن أتعامل معها بأسلوب دقيق معتمد تماماً على الوثائق، سواء من أقوال للآباء أو وثائق تاريخية قوية في سرد وعرض هذه الأمور. وطبعاً بتبقى الأولوية عندي لما بجيب صاحب الشأن بابا كيرلس نفسه، إنه هو اللي يتكلم، لأن اللي بقوله لكم دوت ناس كتير ممكن تقول غير، لكن إحنا بنقول القديس كيرلس قاله. فبيقول له إيه في الرسالة، يقول له حينما كنت في مدينة أورشليم أحضر لي رجل شريف يعمل في الجندية في القصر خطاباً في سطور كثيرة ومختوم، وقال إنه قد تلقاه من الأرثوذكس في أنطاكيا. خلي بالكو، يعني في ناس تتخيل إن ما بنقول الشرقيين أنطاكيا إنه كل اللي هناك كانوا كده، لا بالعكس، ده كان مجموعة، لكن في كتير هناك أرثوذكس، ده اللي خلى العلاقة قوية طبعا، يعني أقارب كنيستين، الكنيسة اللي يعني الطير الكنيسة السريانية، وطبعا انتوا عارفين القديس سايرس الأنطاكي على الرأس القائمة كمان. يقول فإن التوقيعات التي على الخطاب كانت لكثير من الإكليروس والرهبان والعلمانيين من كل الفئات يتهمون أساقفة الشرق، فإنه بالرغم من التزامهم بالصمت عن ذكر اسم نسطور، طبعا محدش هيقدر يقول اسمه دلوقتي، وتظاهرهم بمقته بشدة، ما عندهمش مانع يهاجموه ويظهروا ان هم مش تبعوا،
إلا أنهم كانوا يثبون إلى كتب سيئودور بخصوص التجسد، والتي تكمن فيها تجاديفا أكثر خطورة من التي لنسطور، فقد كان هو أبو تعاليم نسطور الشريرة، ده أستاذه، ولأنه جاهر بتعاليم نسطور فهذا غير التقي هو في الصحبة التي هو فيها الآن. أنا أكتب للجزيل الورع، قديس كورولوس أسقف أنطاكيا، أنه يجب ألا يعلم أحد في الكنيسة بالتعليم غير الورعة التي لسيئودور. كتب رسالة تانية للإمبراطور سيودوسيوس. الإمبراطور سيودوسيوس ده برضو عانى كتير الحقيقة، الرجل كان طيب ودخلوه في دوامة يعني صعب قوي. فبيقول إيه القديس كيرلس للإمبراطور سيودوسيوس؟ إنه غير ملوم أمام الله الآب الكائن في السماء أن أتطلع من الأرض تجاه الحياة الأبدية، حينما أقول وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ولكنني لا أعرف كيف أن البعض يدعون في هذا الاعتبار السير باستقامة، يدعون أن البعض يدعون في هذا الاعتبار السير باستقامة في حين أنهم يعرجون عن طريق الحق ويتحولون عن في طريق آخر يقود نحو الفناء والهلاك، وهم يتمسكون بكتابات ممنوعة لبعض الرجال. والعرض طبيعة الأمر بوضوح، حيث أنه مكتوب أتكلم بشهادات قدام ملوك ولا أغزى. كان هناك سيئودور أسقف مبسوستي، ومن قبله ديودور أسقف طرسوس، هذان كان آباء تجديف نسطور. ففي الكتب التي ألفها استخدم جنونا غير مهذب ضد المسيح مخلصنا، استخدم جنونا غير مهذب ضد المسيح مخلصنا كلنا، لأنهم لم يفهموا سره. لذلك فقد رغب نسطور في تقديم تعليمهم في وسطنا وخلعه الله. تعليم النصور اللي كان دي تعليمهم هم. ومع ذلك فبالرغم من ان بعض أساقفة الشرق قد حرموا تعليمه، يقصد نسطور، فهم الان يقدمون بطريقة جديدة نفس التعليم مرة أخرى، حينما يعجبون بالتعليم التي لسيئودور ويقولون أنه كان يفكر بطريقة صحيحة في وفاق مع أبائنا، أقصد أثناسيوس وغريغوريوس وباسيليوس، لكنهم يتكلمون كذباً ضد الرجال المقدسين الذين كانوا على النقيض لآراء سيئودور ونسطور الشريرة في كل ما كتبوا. لذلك حيث أنني علمت أنهم قد يجلبون أمورا معينة بخصوص أولئك الرجال حتى لآذانكم الورعة، فإنني أسأل أنكم تحفظون أرواحكم سليمة ونظيفة تماما من اللا تقوى التي لسيئودور وديودور. وكما سبق الإشارة أعلاه،
فقد أعلن نسطور تعليم أولئك الرجال، ولذلك أدين طعاق في المجمع العام الذي عقد في أفسس بمشيئة الله، وحيث أنهم يدعون الاعتراف بقانون الإيمان الذي وضعه مجمع نقيا العظيم الجليل، لكنهم يحرفون معانيه بتفسيرهم الخاطئة، فإن رؤساء المتوحدين الشرقيين طلبوا مني شرح معنى قانون الإيمان وقد تم ذلك. عشان كده هتلاقوا في رسالة للقديس كورولوس شارح فيها قانون الإيمان بتاع مجمع نقيا. الظروف والملابسات اللي كتب فيها الرسالة كانت ديت بقى، إن هم قالوا إحنا لينا إيمان نقي، فكتب وشرح قانون إيمان نقيا وأظهر إزاي إنه لا يتفق مع تعليمهم. كان يجب أن هذا العمل يبلغ أذانكم الورعة المحبة للمسيح، لأن هذا هو جزء ضمن كثير من الأشياء الصالحة التي هي جزء من السكون الذي اخترتموه بلا توقف للتمتع بكلمات عن الإيمان الحقيقي. طبعا النشر ده عمال شغال، وكان مش أنطاكيا بس، راح القسطنطينية والمناطق اللي حولها. ففي اتنين من الأرمن راحوا لبروكلس اللي هو جه بعد ماكسيميانوس، وفي ذلك الوقت انحدر إلى العاصمة القسطنطينية كهنان أرمنيان لوانديوس وأفيريوس قادمين من قبل الأساقفة الأرمن الذين اجتمعوا في اكتشاط 435، وكان يطلبان أن يعلم ما هو موقفهم من ديودور الطرسوسي وسيودور المصيصي الذي جاءهم عنه من سوريا أخبار معاكسة، وأظهر مقاطع من مؤلفاته. ولم يشأ بروكلس أسقف القسطنطينية أن يتخذ أي موقف من ذكر سيودور، لكنه حرر معترف إيمان لأجل إرشاد الأرمن إلى التعليم الصحيح، واستعمل بروكلس عبارة أعترف بجوهر واحد للإله الكلمة المتجسد، مشددا على أنه هو عينه كان المتألم من أجل البشر والقائم من بين الأموات، وأن الإله الكلمة المتجسد هو أحد الثالوث القدوس. هو طبعا لأن دول ماتوا قبل ما يصدر الحكم على تعليمهم في شخص مستور، فكانوا رسميا ما كانوش يعتبروا صدر حكم عليهم. فأسقف القسطنطينية بروكلس شرح لهم الإيمان السليم دون ذكر اسم سيودور خالص، عشان يتجنب إنه يتهمه هو لشخصه هو لسه ما اتحكمش عليه يعني. ولم يكتفي بروكلس بقبول شخص واحد كما كان يقول الشرقيون، ولكنه كان يقول مثل القديس كورولوس بطبيعة، بوحدة الطبيعة يعني، مش معلمهمش قال شخص واحد أما جه يتكلم عن المسيح وبس، إن حتى لغاية يومنا هذا ما تتكلموا الخلق الدينية يقولوا شخص واحد المسيح، شخص واحد يعني الوحدة وحدة شخص.
مش وحدة طبيعة. فعبارة جوهر واحد اللي كانت مستخدمة تساوي عند القديس كيرلس والشرقيين لطبيعة واحدة. حتى في الوقت ده كانوا فاهمين ان القديس كيرلس لما يقول طبيعة واحدة يقصد طبيعة واحدة، ان هو بالفعل يقول طبيعة واحدة واقنوم واحد، مش اقنوم واحد وبس، لا، اقنوم واحد وطبيعة واحدة. وببيان التوماس الذي أعلنه بروكلس، التوماس يعني رسالة أو إعلان أو حاجة يعني، فند الآراء الخاطئة الخاصة بديودور وسيودور من غير أن يسميها هما، ما سمهمش، ما ذكرهمش بالاسم، وأرسل هذه الرسالة إلى إسحاق ويسروب اللذين أجاب جوابا حماسيا قابلين بما في البيان من التعليم المعروض. طبعا لما بعد كده بتوع الأرمن قبلوها وفهموا الاتجاه ماشي ازاي، وعرفوا ان اللي بيتنشر حوالين سيودور وديودور الكنيسة لا توافق عليه، طبعا من اكتر الناس اللي كانوا يعني ظهروا بقى ومقاومين للحق وليهم نشاط مضاد للقديس كيرلس في ذلك الوقت، اللي كان اول واحد مين؟ سؤدوريدوس. في واحد تاني كان في اسقف للرها قديس اسمه رابولا، وكان صديق للبابا كيرلس لدرجة كانوا بيتهموه انه ايه يعني صديق للقديس كيرلس وتابعه، يعني كأنها تهمة. لما تنيح كان الفريق بتاع الشرقيين حريصين ان ما يحطوش سقفة غير يضمنوا انه ليهم نفس الفكر بتاعه، فبقدر ما المكان اللي هو بتاع الرها دوت او اديسا كان متأثر بتعليم رابولا الارثوذكسي، فجابوا لهم بقى يعني واحد مضاد تماما كان اسمه هيبة او إيباس. أصف للرهب، وكان يهاجم بقى القديس كيرلس ويطعن في رابولا اللي قبل منه، وكان قبل ما يبقى أصف للرهب كان قس وكان رئيس مدرسة الرهب اللاهوتية، وكان موافقا للأساقفة الشرقيين الممالئين لنسطور، له نفس الفكر نفس المدرسة، وكان ناشطا ضد رابولا أسقف الرها الذي أحرك وأتلف مؤلفات ديودور أسقف ترسوس وسيودور المبسوستي أو المصيصي. رابولا كان حرق كتابهم لأنها نفس تعليم نسطور في لأنه الإنسان تقي وأرثوذكسي، ما قبلش إن كتاباتهم دي حد يعلم بيها وحرقها علنا عشان يعلن عدم موافقة الكنيسة عليها. لكن هيبة ترجم هذه المؤلفات إلى اللغة السريانية لنشرها في الأوساط الشعبية من أهل سوريا. أمال هي كانت بإيه؟ كان معظم الآباء اللاهوتيين في الوقت ده يكتبوها باليوناني، فعشان ينشرها وسط الناس أكتر كتبها باللغة السريانية وبدأ ينشر فيها. ولم يكتفي بذلك، مين؟ هيبة، ولكن بعد صلح عام 433
كتب رسالته المعروفة إلى زميله في مدرسة الرها ماريس السورياني أسقف فارس، والرسالة دي كان لها دوي في العالم المسيحي لأنه تجنى فيها على العقيدة الأرثوذكسية متطاولا على القديس كيرلس وفصوله الاثني عشر قائلا أنها مشحونة بالنفاق. ده إيه؟ كتابات القديس كيرلس ولا سيما البنود الاثناشر. الرسالة ديت ليها شهرة وأثيرت بعد كده، يعني انتوا يعني في حاجات انا بس ببقى عايز اقول بس مش عايز اسبق الاحداث، لكن كل اللي بقوله لكم خلي بالكم من الاسم ده، قلت لكم قبل كده خلي بالكم من سؤدوريتوس هيبة، ده ليه يعني قصص اخرى. فشوفوا الرسالة اللي كتبها وفيها الأكاذيب والإدعاءات والتطاول على القديس كيرلس عمود الدين وعلى القديس رابولا، شوفوا بيقول إيه. أنا طبعا مش هقولها كلها، جايب بعض مقتطفات منها، يعني بعض مش الكل. يقول لقد نشأ خلاف بين الرجلين مسطور وكيرلس، اعتبروا كأن الخلاف بين نسطور والقديس حاجة شخصية كده، يعني موضوع شخصي. فصوب كل منهما نحو صاحبه عبارات صارت عسرة للآخرين، خانوا مع بعض وأعصروا الناس. فنسطور استنكر في مقالاته كون مريم المغبوطة والدة الإله، حتى ظن الكثيرون أنه مالأ بدعة بولس السامسات القائل أن المسيح إنسان محض. أما كيرلس ففي نقده أقوال نسطور سقط في بدعة أبوليناريوس، ذلك أنه ماثل بالقول أن الله الكلمة صار جسدا دون أن يميز بين الهيكل والساكن فيه، وكتب 12 فصلا أثبت فيها طبيعة واحدة للاهوت ربنا يسوع المسيح وناسوته، وأنه لا يجب التمييز بين أقوال ربنا عن نفسه أو أقوال الإنجليين عنه. فكم من نفاق يتخلل هذه الأقوال. فالكنيسة كما تعلم، بيخاطب ماري الفارسي أو ماريس، يقولوا ماري أو ماريس، وفقا لأقوال الآباء بطبيعتين وبقوة واحدة، وفرسوف، الفرسوف كان يقصده بيه البروسوبون بس بالسورياني ممكن يتقال على البروسوبون فرسوف عشان تبقوا عارفين المصطلحات، وأتمنى في تناولنا للموضوع دوت في الكورسات المقبلة هتبقى في وقفة عند المصطلحات ونشرحها بالتفصيل شوية. فيقصد بيه أكنوم أو شخص، كلمة يعني أو اللي هو البروسوبن يعني. الفرسوف واحد الذي هو ابن واحد الرب يسوع المسيح، ولحسم الخلاف أمر الملوك رؤساء الأساقفة بعقد المجمع الأفسسي لفحص أقوالهم. يعني في اتنين مختلفين وعاملين عصرة للناس
فالمجمع انعقد عشان يفصل ما بينهم يعني. وقبل وصول جميع الأساقفة ويوحنا الأنطاكي إلى أفسس، عزلوا نسطورة عن الأسقفية دون محاكمته. يعني إيه؟ بينقد مجمع أفسس إنه تصرف يعني. وبعد يومين من عزله وصل هو والآخرون إلى أفسس، اللي هو يوحنا الأنطاكي. ولما علموا أن فصول كيرلس الاثني عشر المضادة للإيمان القويم قد جعلت أساساً للإيمان القويم في عزل نسطور، وهنا اعتراف أن كتابات كيرلس لا كانت هي أساس الإيمان القويم في مجمع أفسس، باعتراف الخصوم مجمع أفسس المسكوني أعطاها قانونية قوية. خرجت عن الشخص اللي كتبها، أصبحت تمثل إيمان الكنيسة القويم، أو التعبير الدقيق عن إيمان الكنيسة. فبيقول التي جعلت أساسا للإيمان القويم في عزل نسطور، فعزل أساقفة الشرق كلهم كيرلس. أما اجتمع بقى يوحنا الأنطاكي والمجموعة اللي معاه الثلاثين دول، ومنعوا عن الشركة الأساقفة الذين قبلوا الفصول. بيتكلم هنا عن الفريق بتاع يوحنا الأنطاكي كما أنه هو المجمع المسكوني، وأصدر أمره يعني إيه. ثم عاد كل إلى مقره، عاد نسطور إذ كان يكرهه أعيان المدينة وأهلها. عشان كده كان في عداوة شخصية بينه بعض الناس، فيعني وقفوا ضده يعني، كلها يعني مش حاجات مش لا علاقة لها بالإيمان يعني. وظل الشرقيون لا يشتركون مع الأساقفة الذين وافقوا كيرلس، الأساقفة اللي جم في صف كيرلس يعني مش في صف الكنيسة، بل صار الواحد عدوا لصاحبه. وقد تطاول الطاغية مطران الرهى، يقصد القديس رابولا اللي قبله. شوفوا الأدب بيتكلم على اللي قبله ازاي يعني، بحجة الإيمان على أن يحرم في الكنيسة علنا حتى الراقدين، ومنهم تيودور المصيص المغبوط وكاروز الحق ومعلم الكنيسة ذو الإيمان الحق. لأن رابولا أعلن صراحة عن حرم تعليم سيودور هذا، الذي ترك لأبناء الكنيسة سلاحا روحيا في مصنفاته وكتبه ليست غريبة عن الإيمان الحق. دي كله في وصف سيودور وكتاباته يعني. ثم أوفد الملك من بلاطه رجلا عظيما شهيرا، هيحكي بقى شوفوا يحكي عن المصالحة بتاعة 433 ازاي. عجب العجاب هتلاقوه، الباطل بقى حق والحق بقى باطل والمتهم بقى يعني هو قلب الأوضاع، قلب الأوضاع تماما. بيقول أرسل أوفد الملك من بلاط رجلا عظيما شهيرا ليلزم القديس ومحب الله يوحنا أسقف الشرق بمصالحة كيرلس. كيرلس حاف كده من غير قديس ومحب الله ولا أي حاجة. اللي شوفوا حتى الأدب الروحاني بتاع القديس كيرلس لآخر لحظة أما يجي يذكر أي حد حتى من مقاومين، يقول المحب للإله واللي يوصفه الطاقية أو فعلا يقول كل معون ينضح من اللي جواه فعلا.
اللي يلزم القديس ومحب الله يوحنا أسقف الشرق بمصالحة كيرولوس. خلي بالكم بقى من اللي جاي ده. فأحضر هذا بدوره إلى الإسكندرية بولس أسقف حمص حاملا رسائل الإيمان القويم، وأمر أن يشترك مع كيرولوس إذا وافق على هذا الإيمان، وحرم القائلين بتألم اللاهوت ووحدة وبوحدة الطبيعة وبوحدة طبيعة اللاهوت والناسوت. وكأن القديس كيرولوس هو المعزول والمحروم من الشركة، وده بعت له إذا ما كانش يوقع على الإيمان السليم ما تقبلوش في الشركة. شوفوا بيقول ايه بقى. فلنا قلب المصري، شوفوا نوع من التطاول، او يعني مش يذكروا بالاسم حتى، وده يبين الحقد على مصر وعلى ابائها. ويعني طبعا القديس كيرولوس يقول فلنا قلب المصري وقبل الإيمان القويم أو قبل الإيمان، وحرم جميع الذين يؤمنون بعكس ذلك. شوفوا الكذب والافتراء. فزال الخصام، والآن تتمتع الكنائس بالسلام. أما الذين تطاولوا على الأحياء والأموات فهم يتعثرون بأزيال الخجل، ولا يجرؤ أحد على القول بوحدة طبيعة اللاهوت والناسوت، ولكنهم يعترفون بالهيكل وبالساكن فيه ابن واحد يسوع المسيح. كأن ما فيش واحد هيكل واحد ساكن فيه، ده ابن واحد. شوفوا تحليلي بقى لرسالة، يعني ايه لهذه الرسالة، كتب تعليقات عليها. وليلاحظ على هذه الرسالة الآتي: اتهام القديس كيرولوس بالسقوط في بدعة أبوليناريوس، لأنه قال بطبيعة واحدة للإله المتجسد، وفي اتهام خصوم البابا كيرولوس له بذلك. رد على الخلقدونيين الذين يدعون بأن القديس كيرولوس كان يقصد الأقنوم الواحد وليس الطبيعة الواحدة. يعني عايزين نقول لهم من زمان الكل عارف أن يقصد بها الطبيعة الواحدة. إقرار هيبة، نمرة 2، إقرار هيبة بأن ربنا يسوع المسيح أكنوم واحد بطبيعتين، وهي نفس العقيدة التي تقررت بعد ذلك في مجمع خلق دنيا. الأكنوم بطبيعتين. 3، مهاجمة فصول القديس كيرولوس الاثني عشر والإقرار بأن مجمع أفسس قد جعلها أساسا للإيمان القويم في عزل نسطور. في ما هو يهاجمها ترسيخ واعتراف إنها لها قوة مجمع أفسس، المجمع المسكون. 4، مهاجمة مجمع أفسس. يعني هو عشان كده في كتير من يهاجموا مجمع أفسس. مهاجمة رابولا أسقف الرأى لأنه قاوم تعليم سيودور وديودور المنحرفة. 6، الإدعاء بأن مصالحة 433 تمت على أساس حرم القديس كيرولوس للقائلين بوحدة الطبيعة. شوفوا الافتراء، مش يقولوا ايه بالباس، ده حرم
اللي بيقولوا بطبيعة واحدة، وقبول إيمان الشرقيين. وقد سبق أن ذكرنا الرد على هذا الإدعاء وغيره من الإدعاءات الخاصة بالمصالحة في اللي احنا شرحناه قبل كده. طبعا هذه الرسالة كان لها ردود فعل قوية، وكانت ضمن قضية الفصول الثلاثة التي أثيرت بعد قرن من الزمان كما سنوضح بعد ذلك. الدنيا ما انتهتش كده، الرسالة ديت في المجمع الخامس بالنسبة للخلقدونيين ودينت. بس مش بالكامل يعني، لأن مش لم يدن الإيمان اللي فيها يعني، اللي أدينت إنها التطاول، لكن نفس الإيمان كان يعني. مش عايز أسبق الأحداث، مش هتكلم عنه دلوقتي، خليها لما نجيله. بس الحاجات دهيت اللي بنقولها هتهيئكم في المرحلة القادمة اللي هندرس فيها الورثة اللي استلمها البابا ديوسكوروس، وكيفية تعامله مع سؤدوريتوس وهيبة. وخلي بالكوا في أسماء جاية تاني. الملاحظات اللي أنا كاتبها يعني ان بيتهم فيها القديس كيرلس بالسقوط في بدعة أبوليناريوس. انا قلت اتهم القديس كيرلس في بدعة أبوليناريوس لانه قال بطبيعة واحدة للإله المتجسد. وبعدين بقول الاتهام ده في حد ذاته رد على الخلقدونيين بخصوص المصطلحات، اللي هم بيدعوا ان القديس كيرلس يقصد بالطبيعة الأقنوم. ده الخلقدونيين دلوقتي يقولوا كان يقصد بالطبيعة الايه؟ الأقنوم. فبنقول لهم الكل كان فاهم ان يقصد ايه؟ الطبيعة الواحدة. بس مفهوم الطبيعة الواحدة عندهم بقى كانوا بيقبلوه او بيفسروه بحسب فكرهم هم. ففي أسماء يعني اللي احنا بنقولها سؤدوريتوس هيبة وغيره، كل ما تعرفوا وتتذكروهم دلوقتي هتقدروا تستوعبوا الأحداث اللي جاية وتتفهم صح وتقدر صح. في وسط الأحداث زهيت تم عقد مجمع كثير العدد من الأساقفة في أنطاكيا، كان برئاسة يوحنا الأنطاكي سنة 438، لما شافوا فيه هجوم مضاد على تعليم سيئودور وديودور، وأصبح الأرثوذكس يعني مش قابلينهم وبيقاوموهم، فبدأوا جابوها على المكشوف بقى، عملوا مجمع وصرح المجتمعون أنهم يفضلون أن يحرقوا أحياء من أن يكفروا أن يكفروا سيئودور. درش من كفار ولا نحرم. وحرر المجمع رسائل إلى البلاط حول قرارهم، وإلى بروكلس، وإلى القديس كيرلس، فيها يكال الثناء على سيئودور كمعلم أرثوذكسي كبير مجاهد على مدى سنين طوال ضد الهراطقة، وصاحب عدة مؤلفات، وراقد في شركة مع الكنائس،
يعني ما اتحرمش قبل ما يموت، وطلبوا خاصة من القديس كيرلس أن يعمل لسلام الكنيسة بإبطال الضجة واللغط حول اسم ثيودور. يعني بيلوموا في القديس كيرلس، انت كده ضد سلام الكنيسة، عامل ضجة حواليه ليه؟ ده عندنا نموت أحياء من أن نحن نغلطه. أنا جبت بعض مقتطفات من الرسالة دهية، وبعد كده هيبقى لنا تعليق برضو عليه. فبقول مما جاء في رسالة يوحنا عسقف الشرق للقديس كيرلس بخصوص ثيودور أسقف مبسويستي، أولا أن الشرقيين يعتبروه من الآباء المدافعين عن الإيمان ضد الهراطقة، وخلي بالكم كان تعليمه نفس تعليم نصور، يعني إذا كل التوقيعات والمصالحات دهية كان يعني تحاشي ان يتصدر حكم عليهم، لكن اللي في القلب في القلب يعني. وقالوا ان الحكم عليه وعلى كتاباته سيضطرنا للحكم ايضا على الاباء السابقين كالبابا اثناسيوس وباسيليوس وغرغوريوس وغيرهم. لو حكمنا عليها يتحكم على دول، يعني حطوه في نفس الايه؟ نفس المكانه يعني. او خلي بالكم من الحتة اللي جاية دهيت قوي قوي قوي، دي بقى هتمثل الفكر اللاهوتي وتبين ازاي ان ما كانش فيه مثلا لبس عندهم احنا بنقول ايه وهم بيقولوا ايه والفهم، لا كانوا فاهمين ويعنوا ما يقولوه، كانوا فاهمين ويعنوا ايه ما يقولون. بيتكلم الرسالة اللي اتبعتت من يوحنا الأنطاكي وأساقفة الشرق للقديس كيرلس، بيتكلموا عن ثيودور، بيقولوا حينما استخدم تعبير التمييز بين الطبيعتين بيدافع عن ثيودور، يعني لم يأتي هذا من فهم فاسد، ولكنه استخدمه ضد الهراطقة، ولكنه كان لا يجهل ولا ينكر الوحدة الكاملة، ولكنه كان مميزا أو مقسما للصفات وخواص الطبيعتين أثناء كفاحه ضد الهراطقة. فاكرين لما قلنا احنا ممكن نميز الصفات لكن ما نميز الطبائع؟ هو هنا عشان يعفي ثيودور قالوا لما ميز بين الطبيعتين كان يقصد انه يميز الخواص والصفات. ايوه بس نفسي انتوا بقى تفهموا او يعني اولادنا يفهموا، عشان في كتير يفتكروا ان يعني كان حاجة كده يعني سوء فهم او محدش فاهم التاني ولا غيره، لا كان كل طرف فاهم الطرف الاخر كويس. واتكلمنا على الخلفية الفكرية بتاعت مدرسة اسكندرية ومدرسة انطاكيا، لكن كانوا مش قابلين الفكر بتاعنا، لكن يعني هو فاهم احنا بنقول ايه وبنقصد ايه، وبيحاول يدافع عشان يهدي القديس كيرلس شوية. وطبعا بيحذر القديس كيرلس انه في حالة ادانته سوف لا يكون هناك سلام بين الكنائس. شوفوا بقى انا بقول ايه في التعليق. ويتضح في هذه الرسالة أن يوحنا الأنطاك يحاول أن يفسر أقوال ثيودور بطريقة أرثوذكسية، إذ يقول أنه كان يعني بتعبير التمييز بين الطبيعتين تمييز صفات وخواص الطبيعتين دون أن ينكر الوحدة الكاملة.
يعني يحاول يخليك كأنه أرثوذكس، ولكن هذه المحاولة من قبل يوحنا الأنطاكي لم تجد قبولاً من القديس كيرلس، لأنه كان يوجد فرق وتناقض كبير بين تعبيرات سيئودور وبين هذا التفسير. يعني هو بيفسره كده، جاب قوله بيفسره، لكن سيئودور له تعبيرات كتيرة تنفي تماما هذا التفسير. ولقد أنشأ القديس كيرلس بحثا خاصا ضد سيئودور وديدور، عابهم كسابق مسطرة، وصفهم فيه ان هم دول سبق يعني قبل النسطور واسزته يعني. ورغم موضوعية القديس كيرلس في هذا البحث، إلا أنه أهاد الأنطاكيين وأثارهم، فكتب سيئودوريتوس أسقف كورش بطريقة فجة مدافعا عن المعلمين الأنطاكيين الذين يسميهم مجاري الروح القدس. طبعا القديس كيرلس رد برسالة على يوحنا الأنطاكي وأساقفته، وجاء في الرسالة اللي رد بها دهية بيقول له ايه بقى القديس كيرلس؟ انه يرفض ان ينسب الى الاباء القديسين امثال البابا أثناسيوس والبابا توفيلوس وباسيليوس وغرغوريوس ما علم به سيئودور وامثاله. ايه اللي بتقوله ده انت؟ يعني هتجيب البابا أثناسيوس ودول زي اللي قال بيه سيئودور؟ يعلن القديس كيرلس ثباته على موقفه من تعليم سيئودور، ويرفض ان يعلم احد بتعليمه التي هي في نفس الوقت تعليم نسطور في الكنائس، ويرجو من يوحنا الأنطاكي أن يوصي الإكليروس بأن لا يعلمه بأي شيء آخر في الكنيسة سوى الإيمان الحقيقي. طبعا أنا جبت لكم خلاصة اللي في الرسالة، أنا مش هفضل هقرأ الرسالة كلها، لكن بجيب الخلاصات المعاني اللي فيها. في رسالة أخرى، إحدى رسائل القديس كيرلس، قال إن المجمع المقدس الذي انعقد في أفسس واتخذ قرارا ضد عقيدة نسطور الشريرة أدان معه الآخرين الذين يوجدوا بعده والذين كانوا قبله، لأن لهم نفس التعليم. وطبعا لذلك، فحيث أن رجل واحد أدين لأجل هذه البدعة، فالإدانة لا تشمل رجل واحد ولكنها تشمل كل الذين لهم هذه البدعة أيضا، لأن الإدانة كانت إدانة فكر. نسطور أدين لسبب فكر خاطئ، الفكر أدين، فالدينونة تشمل مش نسطور بس، كل شخص له هذا الفكر سواء سابقا أو لاحقا، ده المنطق. وفي رسالة أخرى من القديس كيرلس إلى يوحنا الأنطاكي وأساقفته بخصوص سيئودور وديدور، نجد مما جاء فيها، يقول إنني قرأت الرسالة التي باتفاق عام وجهتموها إلي بعد تداول ومشاورات عامة، وقد حكمت أنه ليس من الضروري أن نتكلم أو نكتب أي شيء في الواقع عن بداية الرسالة. كانت بدايتها صعبة يعني، فالحاجات اللي هي يعني إيه، في حاجات بيفوتها وفي حاجات ما يقدرش يفوتها. وقد صعقت تماما بمروري على هذا الموضوع الذي كان يثيركم،
لأنه كيف كان ممكناً أن لا أدرك في عقلي غيرتكم المؤرقة أنتم الذين كتبتم؟ في الواقع يجب أن أضيف أيضاً العصر التي أخذتم على عاتقكم كلكم بالمثل لأجل الرجل الباهر والذي يحتفظ بأعظم مجد بينكم، أعني سيئودور. وبيوصفه بالنسبة لهم، يعني حاطينه كأنه رجل باهر وله مجد عظيم بينهم. وقد صرختم بشدة ضد هؤلاء الذين ألزموا أنفسهم كما يبدو معادين لسيئودور، تحمسوا ضد اللي هم يعني يرفضوا تعليم سيئودور، ضد الذين ألزموا أنفسهم كما يبدو معادين لهم، ويتحيان الفرصة للتعليم المضاد الذي يعتقدوا به. وقد طالبوا بأن هذه الفصول اللي هي الخاصة بالتعليم دول يجب أن تدان، ولأجل ذلك فإنهم قد أزعجوا قداستكم. موقفهم ده أزعجكم، ولأجل هذا السبب كما يتبين من رسالتكم فإنهم أكثر من ذلك قد تقدموا إلى مدينة العاصمة ليروا بأية وسيلة يمكن بمقابلتهم بعض الأشخاص أن يفوزوا بإقناعهم بأن تخضع هذه الفصول للحرب، وكذلك الأشخاص الذين يعتنقوها ويدافعون عنها بواسطة عمل إمبراطوري. يبدو في ناس كتير من المناطق اللي هناك راحت العاصمة بتطالب باتخاذ إجراء حاسم أو يعني ضد هذه التعليم وأصحابها واللي يشجعها. إنهم بحاجة أن يأتوا ويفحصوا بعين العقل مفهوم الكتب السماوية ويضعوا كتبهم، وبيتكلم على أساقفة الشرق يعني، في ميزان الحكم بخوف لألا بتعليمهم واعتقادهم بما هو مضاد لما هو مسموح به قد يدعون الأقل في ملكوت السماوات. بيخاطبهم هم بقى الشرقيين كده، فإن الرغبة فيه أي في الملكوت تجعل هؤلاء الذين هم مكرسون أن يهربوا من عوائق الرحلة التي تؤدي إليه ويسرعوا نحو الباب الضيق. قل فإن الشرح الذي قدم أمام مجمع أفسس، يقصد تعليم نسطور يعني شرح نسطور، كأنه أتى من سيئودور هو، والمجمع أدان الفكر ولم يذكر اسم الرجل تحت الحرب. كان نسطور هو اللي موجود أدان الفكر، وأدان نسطور لأنه هو اللي كان بيرواجه دلوقتي، وفي إدانته للفكر زي ما قال قبل كده إدانة لكل من يعتنق هذا الفكر. برضو ما زلت بأحاول أعتمد بصورة كبيرة على كتابات القديس كيرلس في رصد الأحداث لهذه المرحلة وهذا الموضوع، لأنه هو صاحب الشأن فكتاباته بتبقى لها الأولوية. كتب أيضا القديس كيرلس رسالة إلى أكاكيوس، قال فيها، بيقول: حضر إلي الشماس ورئيس المتوحدين جزيل الورع ومحب الله ماكسيموس، فتفرست فيه، فهو نوع من الرجال الذي طويلا ما ينتظر الإنسان حتى يتقابل مع مثله، فقد تعجبت من حماسته واستقامته وحافزه تجاه الولاء للمسيح. كان محزونا جدا، وكان له عقل مليء بالقلق
حتى أنه كان يرغب في أن في تحمل أي مشاق بهدف تمزيق شر تعليم نسطور من جذوره من منطقة الشرق. فقد قرأ لي خطابا من قداستكم ليوحنا محب الإله أسقف أنطاكيا. شوفوا القديس كيرلس لما بيتكلم حتى يعني الأدب. وهو خطاب مليء بالثقة ومحبة الله. وقد كتبت أنا أيضا خطابا مماثلا له، لكن كما يبدو فإن الأردأ ينتصر، فرغم تظاهرهم، يقصد تظاهر الموالين لنسطور يعني، بكراهية تعليم نسطور، إلا أنهم يقحمونها ثانية وبطريقة مختلفة عن طريق إعجابهم بتعليم سيئودور مع تلطخها باللا تقوى بالتساوي أو بحالة أكثر سوءاً، لأن سيئودور لم يكن تلميذاً لنسطور، إنما نسطور هو الذي كان تلميذه، وهما يتكلمان كما من فم واحد، يقذفان سموم الهرطقات من قلوبهم. وقد كتب إلي أساقفة الشرق بدورهم أنه لم يكن من الضروري رفض تعليم سيئودور حتى لا يرفض، كما يقول هؤلاء الأساقفة، تعليم المباركين أثناسيوس وثاوفيلوس وباسيليوس وغريغوريوس، لأنهم هم أيضا قالوا ما قالوا سيئودور. يعني قالوا لو أنتوا رفضتوا تعليم سيئودور هيرفض أثناسيوس وباسيليوس وغريغوريوس، لأن هم برضو لهم نفس تعليمه. عجب العجاب، جابوا منين إن ليهم نفس تعليمه؟ فالقديس كيرلس بيعلق على كده، يقول لم أحتمل ما كتبوه، إنه يتهم البابا أثناسيوس والآباء العظام دول بكده، لم أحتمل ما كتبوه، لكنني قلت بصراحة أن سيئودور كان له لسان تجديف وقلما يخدمه. شوف البابا كيرلس رغم أن في منتهى التواضع والحب للمخالفين حتى معاه في الخلافات الشخصية زي يوحنا كده، لكن يجي بقى في ما يخص الإيمان والحق ما يجملش. في الوقت الذي كانوا هم، يقصد الآباء القديسين بقى معلمي الأرثوذكسية، في الوقت الذي كانوا هم معلمي أرثوذكسية كاملة وموقرين لهذا السبب، لكنهم، يقصد بقى الموالين للنسطور للنسطورية، أقنعوا أولئك الموجودين في الشرق إلى الحد الذي ظهرت معه صيحات عالية في الكنائس من جانب الشعب، اتركوا إيمان سيئودور يزداد، كما يؤمن سيئودور هكذا نحن نؤمن، رغم أنهم ألقوا عليه الحجارة في ذات مرة حينما غامر بقوله شيئا باختصار أمامهم في الكنيسة، لكن كما يرغب المعلم هكذا يفكر القطيع، وأنا بالتالي لم ولن أنقطع عن الاحتجاج على ما كتب سيئودور. وحيث أنه كان من الضروري أن يكون هناك براهين مضادة حاضرة أمامهم بعد اطلاعهم على ما كتب سيئودور وديودور التي كتب فيها ليس عن تجسد الابن الوحيد بل بالأحرى ضد التجسد، فقد اخترت بعضا من الفصول وبالأسلوب المقبول سوف أقاومهم،
كاشفا أن تعاليمهم كانت من كل الوجوه مليئة بكل ما هو بغيض. وحينما حسني الورع الشماس رئيس المتوحدين ماكسيموس السالف الذكر لشرح إعلان المجاهرة بالإيمان الذي وضعه الآباء القديسون الذين اجتمعوا في نيقيا، فقد صممت على هذه المهمة. قلنا أن كتب رسالة فيها شرح إيمان نيقيا القديس كيرلس، فهو أكد بالدليل على أن البعض بعدم إخلاص يتظاهرون بأنهم يقولونها ويتبعونها، يقصد تعليم نيقيا، ولكن ليس لديهم الفكر الصحيح بعد، إنما حرفوا ما كان صحيحا ومستقيما بما يبدو جيدا لهم. حتى لا يفوت قداستكم ملاحظة هذا الأمر، فقد أرسلت الكتاب والوثائق بعد قراءتها، تفضل بتقديم الصلوات المعتادة من أجلي. طبعا التيار كان كبير قوي، شديد جدا، القديس كيرلس بحكمته سمموا أفكار الشعب، واعتبروا أن سيودور وديودور دول قديسين عظام جدا جدا، وبعدين مش موجودين دلوقتي، فده بيعمل تعاطف مع الناس، انتوا بتحكموا على ناس مش موجودة. فالقديس كيرلس بحكمته وتقييمه للموقف فقال نركز على إدانة الفكر، مش شرط الإيه، يعني ما نركزش على الأشخاص أو الأسماء، نركز على الفكر نفسه، إن يكون واضح الإيمان الأرثوذكسي من الفكر المدان. فهو بنقول يعني أكد على نبذ وحرم كتابات سيدور دون التعرض للإسم، وكتب لبروكلوس أسقف القسطنطينية بخصوص كده، قال له إيه؟ الآن كما كتب لي الأسقف المقدس يوحنا، شفت برضو بيتكلم عنه إزاي، أنه في بداية عاصفة أخرى قامت بينهم سريعا بخصوص كتابات سيودور، إن البعض وصل إلى المدينة العظمى القسطنطينية وسألوا الإمبراطور من أجل كتاباته، كتابات سيودور وشخصه أيضا، ولكن اسم هذا الرجل وكتاباته لها اعتبار كبير في الشرق، وينظر إليه كرجل متميز مات في شركة الكنيسة. ولعل قداستكم تعرف أن، وبعدين يقول المجمع المقدس أدان تعليمه وكتبه المملوءة أفكار فاسدة ومنحرفة، وكمنبع لهرطقة نسطور، ولكن بينما يدينون هؤلاء الذين يفكرون بهذه الطريقة، فإن المجمع بحصانة ونظر في عواقب الأمور، فإن المجمع لم يذكر الرجل ولم يحرمه بالإسم، وأنه يقصد سيودور لو كان ما زال حيا بيننا وكان تابعا لتجاديف نسطور ويوافق ويرغب ما قد كتب، فإنه كان لابد أن يحرم هو أيضا في شخصه، ولكن حيث أنه رحل إلى الله فإنه يكفي كما أظن نبذ كتاباته. نركز على نبذ الفكر. ومن جهة أخرى، حيث أن تجاديف نسطور قد حرمت ونبذت، فقد نبذ معها تعليم سيودور، هذه التي لها أقرب صلة بتعليم نسطور. إنه من الممكن حتى لهؤلاء الذين يسألون هذه الأمور، اللي بيطلبوا حرم سيودور بالاسم مع كتابات، أن تشرح لهم عواقب الأمور،
في هذا الموضوع، وتقنعهم أن يختاروا بأن يكونوا في هدوء أفضل من أن يصبحوا سبب صدام للكنائس. كان في ناس واخدهم الحماس شديد قوي إن مش الكنيسة تكتفي فقط بإدانة كتابات سيودور وديودور، لكن لازم يحرموا. ودي بتبين حكمة البابا كيرلس في معالجة الأمور. هو يهمنا هم دلوقتي عند ربنا، يهمنا الفكر يكون مدان دون إيه الأشخاص. لما بعت لبروكلوس كده، بروكلوس هو طبعا أسقف القسطنطينية، فربما باقتراح من بروكلوس بالفعل أصدر الإمبراطور سيودوسيوس أمر يمنع في طلب الحكم على شخص التوفي. الإمبراطور عشان يقفل الموضوع أصدر أمر محدش يطلب الحكم على شخص إيه توفي، لكن الفكر ممكن يدان. ولكن زي ما قلت لكم بعد مضي قرن اللي هو في المجمع الخامس المسكوني بالنسبة للكنائس الخلقودينية، أعيد تحريك هذه القضية المشهورة بقضية الفصول الثلاثة خاصة بسيودور المصيصي وهيبة أسقف الرها وسيودوريتوس أسقف كورش. ده لو كان لنا عمر وسمح ربنا ما نستكمل الموضوع هنوصل لها، هنشوف ايه اللي تم فيها بعد قرن من الزمان. فدي كانت جولة اخرى من الجولات التي اعقبت مصالحة 433، وازاي كل شوية يجوا من جيلهم من هنا يقولوا من وهكذا، يعني مع ادعاءات وافتراءات كثيرة. وتورين ازاي البابا كيرلس جاهد وعانى كثيرا، يمكن في حاجات كتير ما كانوش يعرفوها او ما يشعروش بيها، لكن ده احنا مجرد بنستعرضها كده بيحصل اجهاد فكري وتعب. لكن طبعا ربنا هو بيبقى حافظ الإيمان، وهو ربنا اللي بيوجد، هو بيدي حرية للإنسان، وبالتالي ممكن يعني في مقاومات منذ بدء الخليقة. طريق الله مقاوم، زرع الله جيد، لكن يجي عاد عايز يزرع الزوال. ربنا دعوهما ينميان معا، لكن في ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد، ويوجد في كل وقت من الرجال الأتقياء وأبطال الإيمان اللي كان سبب الحاجات دي. طلعوا درر، انتوا لما تقروا بقى تفسير القديس كيرلس وشرحه، يعني فعلا الحاجات دي كان ليها فوائد، ان طلعت تعاليم عميقة جدا تظهر اباء الكنيسة مش انهم بقى اذكياء، لا ده مش مجرد ذكاء بس، ده فيها نوع من الالهام. عشان كده كان ليهم تعبيرات جميلة، يقولوا فلان الملتحب بالله أو اللابس الروح أو الملتحب بالروح أو الناطق بالإلهيات. ففعلا كان في نوع من الإشراقات كده الجميلة في تفسيرهم وتعاليمهم، مما يعمق الإيمان أكتر، بيخلينا نفهمه أكتر. وإحنا حتى لما بنتعرض
احنا بنتعرض ليها فكريا عشان نثبت فكرنا اكتر وايماننا، لكن مش بروح العداء لاحد ولا مقاومه احد ولا يعني موقف من حد، بل بالعكس بنتعلم دايما من ابائنا القديسين ازاي كان حتى في حوارهم في اسلوب احترام شديد الموقر جدا التقي محب الله. فبيبقى في تعليم روحيه حتى في الحاجات دهي، وبنبقى فرحانين مش متضايقين ان ربنا هو حافظ الايمان وانه يخرج من الجافي حلاوه. يعني كتابات الاباء في المواضيع ديت فيها جمال حلو قوي في تفسير الكتاب والايمان بصوره جميله عميقه، بقت كنوز. والامور دي كان زي ما يكون قطح زناد الفكر زي ما بيقولوا كده، بتشعل الفكره اكتر والروح فبيطلعوا درر. انا هكتفي بهذا القدر لان عارف المواضيع دي بتبقى يعني مش سلسه او شويه، وندي فرصه للاسئله ان شاء الله بنعمه ربنا. ان احيانا الرب وعشنا هتكون المحاضرة الأخيرة في هذا الكورس الأسبوع القادم. نشوف بعض الأسئلة. في حد بيقول في أمر اختلط علي فهمه. الفترة اللي فاتت الأمور كانت مستقرة بين القديس كيرلس ويوحنا الأنطاكي بعد المصالحة. إيه اللي جدد الخلاف وأظهر تعليم سيودور وتيدور؟ يبدو صاحب السؤال ما كانش متابع معانا المحاضرات اللي فاتت، وقف عند بس المحاضرة اللي تمت فيها المصالحة، لكن اللي تم بعديها ما ركزش فيها. يعني أولا قلنا حصل ادعاءات على المصالحة مش مظبوطة، ولما اتحسم الأمر وخصوصا في 435 بأمور حاسمة ومحددة، فبدأوا يتجهوا لنشر تعليمهم. خلاص نصور ده يعني حكمنا عليه ورفضناه ورفضنا كل حاجة يعني فيه، لكن بدأوا يرددوا تعليم أسسة نسطور اللي هي هي، بس بدل ما يقولوا نسطور قالوا سيودور. أرجو من نيافتكم توضيح الفرق بين مصطلح والدة الإله وأم المسيح. العذراء أم المسيح نعم، لكن من هو المسيح؟ فإحنا لما بنكون بصدد مناقشة فكر معين، فاللي بنقول التعليق أو الإجابة اللي هي رد على الإيه؟ الفكر. فالموضوع بتاع النسطور كان يخص إن بيرفض إن العذراء والدة الإله، فعشان كده بيبقى التركيز عليه. لكن هتقول يعني هي مش أم المسيح، ما هي أم المسيح فعلا، لكن تعبير والدة الإله. من هو المسيح؟ بتعبر بقى مش أم المسيح بس، لكن بتشرح من هو السيد المسيح. نشوف الأونلاين. في حد بيقول حللني يا سيدنا رجاء محبة. يا سيدنا لما تكون المحاضرة تقيلة ما تصعبش الأسئلة. مش أنا اللي بحط الأسئلة ست أم يعني لكن هي يعني إيه هو طبعا الأسئلة ما هيش يعني مش ما حدش هيتعين بكده. هي بتساعد اللي بيمتحن إن يختبر فهمه صح ولا لأ. إن الواحد ممكن أحيانا يفكر يكون معتقد إن الصح كده يكون له فهم خاطئ أو فهم حاجة خطأ، فالامتحان بيبقى وسيلة لتثبيت المعلومات
وتصويبها، فهي مكملة للعملية التعليمية. في سؤال من عدة أسئلة الحقيقة بيقول: أشكر نيافتكم على هذه المحاضرات وأرجو أن تحتملنا لأننا مجموعة من أولادك في اسكندرية وحدث لدينا لبس، بس مكتوبة بالسه هي بالسين، أو فهمنا متواضع، لذلك نرجو توضيح عقيدي أكثر للنصرية والأبولينارية وللألفاظ التي قد تحمل أكثر من معنى خفي. في الأول خالص أنا هجاوب حاجة حاجة عشان يعني ما يحصلش التداخل. في بداية المحاضرة خالص وفي المحاضرة التمهيدية اللي قلت إن لازم أي حد يدخل الكورس ده يكون ذاكرها كويس، اللي هي موجودة على القناة بتاعتنا تحت عنوان تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين مقدمة عامة، شرحنا فيها بالإجمال رؤية شاملة عن الموضوع ككل. وفي بداية المحاضرة الأولى للكورس بتاعنا استرجعنا للتأكيد والتذكير للأهمية على الفرق بين المنهج الفكري لمدرسة الإسكندرية مدرسة أنطاكيا، وإزاي إن الخلفية الفلسفية بتاعت كل مدرسة أثرت على طريقة الفهم للأمور اللاهوتية، وقلنا إن مدرسة أنطاكيا تأثرت بأرسطو اللي هو الواقعي اللي فلسفته تناسب دراسة العلوم التجريبية والطبيعية، لكن مدرسة الإسكندرية كانت تأثرت بأفلاطون ميتافيزيقي، فكانوا مهيئين لمناقشة ودراسة الأمور الروحية دون إخضاعها لمعايير ومقاييس مادية. فما جم عند مفهوم اتحاد اللاهوت بالناسوت، مدرسة الإسكندرية قبلوا الاتحاد بالخلفية الفكرية بتاعتهم اللي تتناسب مع الأمور اللاهوتية، لأن اللاهوت ميتافيزيقي، مواضيع ميتافيزيقية، فكل براهين الاتحاد موجودة وظواهره موجودة وإعلاناته موجودة، لكن كيفية شرحه وتفسيره لا تدرك، عشان كده سر الاتحاد. مدرسة أنطاكيا كان فكرها يميل للفكر يعني التجريبي، فسروه بطريقة زي ما الاتحاد الكيميائي، فقالوا مش ممكن كامل مع كامل يتحد، زي دينا تشبيه بالتكافؤ الكيمياء، الكترون زايد والكترون ناقص يعملوا اتحاد وهكذا يعني. فأبوليناريوس جه قبل نسطور قال بالاتحاد، لكن بحسب خلفيته الفكرية قال إن الناسوت كان ينقصوا الروح الإنسانية واللاهوت حل محلها، فصحيح قال بطبيعة واحدة لكن طبيعة ممتزجة ناقصة. الكنيسة أدانته وأكدت على إن ربنا يسوع المسيح له المجد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، فجي نسطور ومعلميه زي ما قلنا في المحاضرة بتاع النهاردة أكدوا على أن السيد المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، لكن
لأنه كامل في ناسوته وكامل في لاهوته، فمفهوم الاتحاد مش ممكن هيبقى اتحاد، بقى نوع من المصاحبة أو المرافقة أو الهيكل والساكن فيه زي ما بيقولوا. فبدأ يقولوا طبعتين وأقنومين، ده الفرق بين بدعة أبو ليناريس ومنصور ببساطة. يعني بجاوب أصحاب السؤال ده إن هم بيقولي إحنا مجموعة. في بيقول في حاجات تحمل أكتر من معنى خافي. واحد، هل يوحنا الأنطاكي كان من ضمن الشرقيين الذين كانوا مخادعين أم إيمانه كان سليم؟ طبعا هو الواضح أما عمل مجمع أقر فيه إن تعليم سيئودور سليمة وغيره رغم أنها ما كانتش سليمة، إنه كان إيمانه متأثر بهذا الفكر، وإلا ما كانش يعني خد الموقف دوت. هل الشرقيين الذين تلونوا لم يؤمنوا بإيمان أفسس أم إيمان نسطور أم أبو ليناريوس؟ لا، الشرقيين اللي تلونوا لم يؤمنوا بإيمان أفسس، كانوا اللي تلونوا، بتحددوا اللي تلونوا، يعني كانوا يعني لهم فكر نسطور. أبو ليناريوس ما كانش يعني هو القضية في ذلك الوقت، يعني بالعكس هم كانوا بيتهموا إن اللي يقول يؤمن بالطبيعة الواحدة يبقى أبو ليناري، لأن ما عندهم مش ممكن تبقى طبيعة واحدة ويبقى المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، لأن حصل نقصان أو امتزاج زي الحاجات اللي رد عليها القديس كورولوس في المحاضرة اللي فاتت لو ترجعوا لها، يعني تعرض لحاجات زي كده. حللني لأنه حصل عندي لبس، ما الفرق العقيدي بين عبارة طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة وعبارة طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد؟ لا، الاثنين صح. ولماذا كان الخلاف عليها أو ماذا فسروها؟ فسرها الشرقيون. الاثنين صح. أولا، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد صح. هنا بيقول الكلمة المتجسد له طبيعة واحدة، وطبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة، متجسدة هنا عين على الطبيعة، بتوصف الطبيعة ما بقتش طبيعة الله بس، لأن اتهموا، حصل اتهام للي ما بيقول طبيعة الله الكلمة المتجسد ما حصل فيها تلاشي للناسوت أو امتزاج أو إنها طبيعة بسيطة. فالقديس كيرلس استخدم الاثنين، استخدم الثانية أيضا، طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة، فمتجسدة هنا عايدة على الطبيعة عشان يظهر إن الطبيعة مركبة مش بسيطة، عشان اللي بيتهموا إن الناسوت تلاشى أو حصل امتزاج أو غيره، لا، ده الطبيعة إيه؟ متجسدة، يعني حقيقة الناسوت موجودة. ولماذا كان الخلاف عليها؟ كانوا بينسبوها وما زالوا. الخلقدينين يقولوا ان دي تعبير ابو ليناري، والقديس اثناسيوس الرسولي والقديس كورولوس استخدموها بحسن نية ولكن بمعنى ارثوذكسي او بمعنى سليم، كأن البابا اثناسيوس والقديس كورولوس كانوا ساذجين، يعني استخدموا حاجة مش فاهمينها كده.
نمرة 4 بيقول: هل أطاخي لم يكن هرطقيا؟ احنا لسه هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل في الكورسات اللي جاية، لكن كل ما نسب لأطاخي لا نقبله يعتبر فكر هرطقي. كنيستنا تدين كل ما نسب لأطاخي. كل ما نسب لأطاخي مدان من كنيستنا يعتبر فكر هرطوقي. أما الوضع بقى بالضبط وهنشوف إزاي في المرات القادمة أو في الكورس القادم ربما أو اللي بعده حسب يعني ما هنشوف، هنديكوا إيه المرة الجاية، مش المرة الجاية، الأسبوع الجاي يعني، في الكورس القادم يعني ممكن هنتعرض بالتفصيل، لأنه زي ما أنتم شايفين إحنا بنحاول نمشي خطوة خطوة بالتفصيل إلى حد كبير، عشان المواضيع دي كانت مواضيع خلافية فتحتاج فهم دقيق بأسانيد وبراهين. في شغلين نفسهم بالامتحانات يقولوا يعني ايه ربنا يبارك خدمتكم، وبعدين يقول ارجوكم ان الامتحانات تكون عن طريق التليجرام افضل من هذا البرنامج، واتمنى من خدمتكم الجميله اقوى كورس في عهد قديم وكورس عهد جديد وكورس. طب يعني بس نلاحق على اللي احنا فيه دلوقتي. يعني هو عموما الوسيلة الجديدة اللي بنتبعها دي حلوة برضو مفيدة، هتفكوا في حياتكم العملية، بنكتسب خبرات جديدة. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. كيف نفهمها في ضوء ما ندرسه؟ لأن هنا يتكلم عن الأقانيم الآب والابن وليس عن نسوت، وبعيدا عن جزئية الإخلاق، وأنه لا يعلم بمعنى لا العلم الذي حق له أن يبوح به، لأن هذه التفسيرات غير مقنعة لكثيرين. وأيضا آية أبي أعظم مني. طب وليه بعيدا عن الإخلاق؟ يعني ليه بتفترض يعني عايز حاجة إذا كان الإخلاق هو أخلى نفسه من المجد الظاهري، يعني إنه يبقى مجده معلن، لكن لم يخلي نفسه من قوته ومن معرفته، إنه أقنوم العلم والمعرفة أو الحكمة والمعرفة. الكتاب قال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطان وحده. ولما كان أقنوم الكلمة هو المنوط به، أقنوم الإعلان والمعرفة، وبالتالي حسب إرادة الله الواحد أن هذه الأمور لا يعلن عنها، جعلها الآب في سلطان وحده. فلما يقول ولا الإب يعني ولا يعني مش هي دي الأمور اللي الابن هيصرح بيها أو هيعلنها حتى لو عارف، إنه قال كل ما للآب فهو لي، لكن في مواقف معينة ممكن يبقى مدرس هو اللي وضع الأسئلة ووضع الامتحان، لكن في الدرس في المدرسة أو في أي مكان آخر أي تلميذ يسأله في أي سؤال يجاوب ويشرح بالتفصيل. لكن لو جه يوم الامتحان وحد بيسأله بمقر كده اللي دي هنا إيه وكده، يقول له معرفش. فكلمة معرفش دي معروف تعني صراحة ما هياش كذب، لكن ما عرفش يعني ما يعني مش هقول. فدي لا دي مش ما عرفش. نعم؟ زي
وكلمة أبي أعظم مني طبعا في لأن الابن ما هو أصل بتقول بعيد عن الإخلاق. طب ما هو ليه بعيد عن الإخلاق إذا كان بيقولها الابن اللي هو أخلى ذاته؟ قال له مجدني بالمجد الذي كان لي عندك منذ الابتداء يأتي في مجدي ومجد أبي. يعني كان في فترة أخفى مجده. طب ليه رافضين الإجابة الصحيحة؟ يعني ليه مش مقنعة؟ خلاص. لكن يقول أخلى ذاته أخذا شكل العبد صيرا في شبه الناس إذ وجد في الهيئة كإنسان، لكن لم يخلي نفسه من قوته من معرفته. أخلى ذاته من المجد المعلن أو الظاهر، لكن في أوقات معينة كان يعلن عن مجده زي ما حصل في التجلي وفي بعض المعجزات بالقدر اللي هو يشاء. بعد تطبيل أيديكم الطاهرة محتاج توضيح. لحد دلوقتي أوطاخي كان مدافعا قويا أمام الإمبراطور عن الإيمان الأرثوذكسي وأمام أباء الشرق وأمام جميع الكراسي الأرثوذكسية وغيرها. أيوة، إيه اللي جرى بعد كده؟ يعني هنعرف، ما هو دي الكورسات اللي جاية، دي الكورسات اللي جاية هندخل نشرح الحاجات دي هي. فذكروا دلوقتي وامتحنوا. على فكرة مش هنسمح لحد هيمتحن الكورسات اللي جاية غير لازم يكون اجتاز، لأن في حاجات مبنية. المنهج اللي بنديه ده أو يعني مبني على بعضه. احنا بنقول الكورس الاول لكن في موضوع واحد، مش كل كورس هيبقى موضوع مستقل، ممكن يتقال عليه بدل الكورس الاول الترم الاول مثلا، لان العنوان الرئيسي للكورسات كلها تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الارثوذكس والخلقدونيين. الكورس الاول فيه مصالحة 433. انتوا شايفين ان كل محاضرة مرتبطة باللي قبليها، وهنمشي بالتدريج بالتسلسل الفكري اللي جاي مرتبط على اللي فات. فمش هينفع حد يدخل ما لم يجتاز اللي فات. طب حد هيقول لي طب احنا ظروفنا ما عرفناش ان كان في كورسات، ما يعني ما لحقناش نشترك. ممكن هنتيح الفرصة من الآن لغاية الكورس اللي جاي ان ممكن حد يدخل ويذاكر المحاضرات ده هي ويتبعت له الامتحان ويبقى مهيئ للكورس الجديد. ممكن هنعمل كده، لكن ما ينفعش حد هيدخل في حاجة هيفضل يسأل هيبقى متلخبط في حاجات لو سمعها فجأة من غير ما يعرف اللي قبلها واللي بعدها يرتبك. حتى الكورس ده شرطنا اللي يدخله عشان يفهمه لازم يكون مذاكر كويس المحاضرة بتاعت تاريخ الفكر الكريستولوجي اللي هي المقدمة العامة. أي حد ما حضرهاش مش هيبقى فاهم كويس. كورس دراسي مش تسلية، مش مجرد حواديت أو حكايات، لا، ده فيه فكر متسلسل ولازم الواحد يكون فاهم كل خطوة ماشية ازاي. فما تستعجلوش في أسئلة يعني سابقة، يعني هنجلها في وقتها. في سؤال يبدو حد سورياني غالبا، أنا مش يعني ممكن، لأن في ناس من سوريا داخلين معانا برضو في الكورس، مش شرط يكونوا ساكنين في سوريا، ممكن يكونوا في أوروبا أو غيره يعني. والبرخمور سيدنا، معرفش برخمور يعني إيه، برخمور أنا بحب السوريان أو على فكرة، لأن أنا أصلا من دير السوريان، فديرنا تراث ولينا تاريخ مشترك مع أخواتنا السوريان.
وعشنا مع بعض في البرية، وما زال يعني أول مكان السوريان الأرثوذكس لما يحبوا يزوروا في مصر يجوا يزوروا دير السوريان. ويمكن كتير 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 من المراجع اللي رجعت لها والحاجات المخطوطات القديمة اللي منشورة في الغرب فوجئت إنها متاخدة من دير السوريان. بيقول نعم، بيقول سيدنا يوحنا نقول في قانون الإيمان تأنس وصلب عنا في عهد بلاطس البنطي، تعني أن السيد المسيح لم يمت على الصليب بدلا عنا بل مات بنا، وبهذا نكون قد متنا معه. القانون الإيمان بيقول عنا بدلا عن مات بنا، لا ما ماتش بنا، مات عنا لأجلنا. ده حتى بيقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. ما أحياه الآن أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم ذاته عني. يعني تعبيرات الكتاب كلها إنه مات عنا أو لأجلنا. إحنا معلش بننال الإيمان أما بنتعمد على شبه موته، نقول مدفونين معه في المعمودية على شبه موته، بندفن ونقوم، لكن هو مات عنا وفدانا. هل الإنسان روح وجسد ونفس أم عقل وروح وجسد؟ العقل مرتبط بالروح. لما نقول عقل وروح وجسد نقول روح عاقلة، جسد ذو روح عاقلة. العقل ما هيش عنصر مستقل، ولكن بنقول الجسد متحد بنفس عاقلة أو روح عاقلة. أما الإنسان روح وجسد ونفس، ممكن نقول روح وجسد، والنفس دي قلنا اللي هي مظاهر الحياة أو مظاهر اتحاد الروح بالجسد. حللني ما فهمتش دلوقتي، أطاقي هرطوقي ولا لا، معانا ولا علينا؟ أعن ضعف فهمي. إحنا بنمشي تدريجيا في الأحداث التاريخية. المرحلة اللي إحنا ماشيين فيها دلوقتي في حياة البابا كيرلس كان من أكتر المعاونين للبابا كيرلس، فنمشي خطوة خطوة لغاية ما نشوف في الآخر هنوصل لإيه. لكن المرحلة اللي احنا واقفين عليها دلوقتي كان يعتبر من أكبر المعاونين للبابا كيرلس. أنا قلت من شوية يعني كل ما نصب إلينا لا نقبله هنعرف موقفه يعني شوية بشوية، لكن طبعا كل ما نصب إليه مدان من كنيسة. حللني يا سيدنا، هو ينفع ناخد نسخة من الكتاب اللي قدسك بتشرح لنا منه؟ ده مش كتاب، دي حاجات أبحاث خاصة بي يعني، أنا اللي يعني معمولة يعني مكتوبة. نعم إن شاء الله، لا ما تكتمل إن شاء الله. هو الحرم بيكون على الأشخاص فقط وليس على الفكر الخاطئ؟ أنهي حرم؟ يعني لو حرم عن التعليم بيبقى بيشمل الاثنين. أما واحد اتحرم عشان فكره خاطئ فيبقى الفكر محروم والشخص محروم طالما متشبث بالفكر. ما معنى الأقوال والأفعال؟
إن دي أقوال ودي أفعال. هنشوف يعني عشان جالي حاجات تاني، بس الأسئلة عمالة تكتر كل ما أجاوب حاجة هي حاجات تاني. طب نيافتك، لو تم حرم الفكر لماذا يوحنا الأنطاكي أحيا فكر أستاذه نصور طالما الفكر محروم؟ ما دي كانت غلطة من يوحنا الأنطاكي، ودي كانت نقطة خلاف بينه وبين القديس كورولس. اتفق كده من معظم الأسئلة جاوبتها، إن شاء الله أحيانا الرب وعشنا يكون لنا اللقاء الأخير الأخير في هذا الكورس الأسبوع الجاي إن شاء الله.